غلاء سعر الدواء المبتكر هو السبب الرئيسي الذي جعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفض إدراج الأدوية المبتكرة ضمن قائمة الأدوية المعوضة رغم تحقيقها نتائج جد مرضية بالنسبة لمرضى السكري. دواء قديم جديد هو دواء فيكتوزا، دواء مصنوع من طرف بلد أجنبية، وهو دواء مخصص للمصابين بداء السكري. عنده نوافع، عنده عدة إيجابيات، ما عنده سلبيات. ناهيك عن كما نتكلموا احنا مضاعفات السكري كالسمنة ولا كل يعني الضغط الدموي الأمراض، هو يوقي من هذه المضاعفات. هو يقول غالي الثمن، احنا نقولوا الصحة غالية على كل شيء. المختصون في داء السكري يطالبون بتعويض هذه الأدوية التي أتت بنتائج إيجابية للمرضى باعتباره يساهم في الوقاية من مضاعفاته. احنا كجمعية ولكم ممثلين عن المرضى نطالبوا بإدراج هذا وتعويضه. لماذا؟ لأنه يباع في الصيدليات وغير معوض اجتماعي. كل ما الدواء الجديد القادم يعني نشوف مضاعفة داء السكري في الجزائر في التزايد، خاصة لما نشوفه يعني كما نقولوا الونتيرن. هو في حد ذاته هذا الدواء يحارب السمنة، يحارب السكري ويحارب الضغط الدموي وأمراض الشرايين وما يعني وكل يعني الأمراض المسببة من مضاعفة داء السكري. الوقاية خير من ألف علاج، مثل ينطبق على هذا الدواء الذي بإمكانه وقاية المرضى من مضاعفات داء السكري. فعلى السلطات النظر في الأمر للحد من هذا المرض الذي أضحى يفتك بحياة الجزائريين.